رغد الزيني، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كلشي مزيان؟ كلشي مليح؟ انتم ما شاء الله تكونوا كلشي على خير وبخير. اليوم جبت لكم القابض كره نتاع الشركه تيكنو مطبوعه فيها مانشستر سيتي، شي حاجه واعره. المهم باش تربح معنا هذه الكره هذه، جبت المتابعين تاعنا بيان سور كما العاده، باش تربح معنا هذه الكره هذه ما عليك الا تابونا بالقناه، ابوني 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 اذا مازال ما تابوناش، تابونا بالقناه، كليكي على الجرس وجي سهلة، هذا الشيء اللي يمكن لك دير باش تربح معنا هذه الكرة هذه. بون كملوا معنا الفيديو باش تعرفوا كي دير باش تربح معنا هذه الكرة هذه. بون الشرط الاولى كما العادة هي انك تكون ابوني عندنا في القناة، من كليكي على الجرس وجي كومونتير كما العادة، وغادي نقدم لكم التليفون نتاع الشركة نتاع تيكنو اللي راه دارته الشركة باش تربح معنا هذه الكرة هذه. بون تابعونا بتمشيو فين. فوالا احبابنا، بالنسبه للتليفون تاعنا كما قلت لكم هو هذا، السميه نتاع الشركه تيكنو كما ديجا وقلت لكم في بدايه الفيديو، هي اللي دارت لنا الكادو، جزاها الله خيرا، حفيت فرحت لنا المتابعين ديالنا والزبناء تاعنا. بالنسبه للسميه نتاع التليفون هي سبارك ويت سي، هذه هي السميه نتاع التليفون ديالنا. بالنسبه للكونفيغوراسيون تاعو فيه في ستوكاج 64 جيجا في ستوكاج، وبالنسبه للرام فيه 3 كما كتلاحظوا معنا اعزائي الكرام، هنايا زايد دايرين 3 زائد 3 جيجا في الرام، هو فيه 3 في الاصل ولكن انت تقدر تزيد له 3 جيجا، تحيد له 3 من ستوكاج وتردها له في الرام، هذه في حاله ما الا كنت خدمت بالتليفون بزاف وتبغي يكون خفيف لدرجه كثيره. هو 3 في الرام راه مزيانه لا جعل البركه، ولكن الا كنت تخدم بزاف بالتليفون وتبغي الخفه اكثر تقدر تحيد له كما قلت لك 3 من ستوكاج وتزيدها له في الرام. المهم هاد اللقطه كاين اللي راه عارفها كاين اللي ما راهش عارفها، بالنسبه اللي عارفها فيها خير، بالنسبه اللي ما راهش عارفها الضربه هذه راه ولات بزاف نتاع التليفونات ولاو كيطلونصاو بهاد الطريقه هذه، كيكون فيه الرام في الاصل مثلا 3 ولا 4 ولا 2 وتقدر تزيد له في الرام باش تزيد له الخفه في التليفون، يعني تحيد له من ستوكاج وتزيد له في الرام هكذا باش التليفون يولي خفيف اكثر. المهم هادشي كامل الاختيار كيعود لك انت، بغيت تخليه كما راه تبارك الله، بغيت تزيد له في الرام تبارك الله، المهم الاختيار كيعود لك انت وحدك عزيزي المشاهد. غادي نفتحوا ان شاء الله التليفون تاعنا نشوفوا الديزاين ديال التليفون تاعنا كي داير. صراحه هو واحد التليفون زوين، فيه واحد الديزاين زوين. الجميل في الامر في الشركه نتاع تيكنو هي دايره في الغارانتي دايره 12 شهر زائد واحد، يعني 13 شهر في الغارانتي، زايده شهر على بزاف نتاع الشركات اللي دايرين غير 12 شهر. فوالا هذه دايره تقريبا 13 شهر كما كتلاحظوا معايا اعزائي الكرام. بالنسبه للتليفون تاعنا هو هذا، كيجيو فيه بزاف نتاع لي كولور كما كتعرفوا معايا اعزائي الكرام. الكونفيغوراسيون نتاع التليفون معاودينها هنايا في لافاسون نتاع التليفون. بالنسبه للباتري كما كتشوفوا معايا 5000، يعني تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه للكاميرا فيه 13 ميجا بيكسل، يعني معدل متوسط. بالنسبه للتليفون تاعنا هو هذا، غادي نحاول ما امكن نحيد له السلوفان باش يبان واضح اكثر للمتابعين ديالنا. صراحه هو واحد التليفون زوين، فيه واحد ديزاين زوين، فوالا كما كتلاحظوا معايا فيه جوج نتاع الكاميرات زائد الفلاش. الشده نتاع التليفون كما كتشوفوا معانا يعني زوينه تبارك الله ما شاء الله، يعني تليفون زوين صراحه تقال بالنسبه للفئه السعريه نتاعو، صراحه تليفون زوين بزاف، ديزاين زوين، كونفيغوراسيون فيه زوينه، وبالنسبه للكادو حتى هو زايد مزينو للمتابعين ديالنا. وبالنسبه للكارانتي كما قلت لكم فيه تيكنو فيها هاد اللقطه زوينه، هي انها دايره 12 شهر زائد شهر، يعني 13 شهر نتاع الكارانتي. وبالنسبه للشركه نتاع تيكنو راها غير هنايا، يعني الكارانتي ما كتلقاش فيه مشكل، يعني كانت في شي مشكل في التليفون كون كمهني كي يا اما يصايبوه لك يا اما يبدلوه لك، هادشي اللي كاين، يعني نتايا الحق ديالك راك ما تضيعش فيه نهائيا كونك مهني. فوالا بالنسبه للتليفون تاعنا كما قلت لكم حبايبي هو هذا، كنتمنى يكون عجبكم. صراحه هو زوين لا في الديزاين ديالو ولا الثمن ديالو ولا الكادو اللي كيجي معاه. فوالا حبابنا بالنسبه للتليفون تاعنا هو هذا، غادي نشوفوا لي زاكسسوار اللي كيجيو مع التليفون ديالنا. الجميل في الامر في التيكنو هي انه ملي كدير لنا لي بوشيت كدير لنا لي بوشيت، يعني سيليكون بغيت نقول،
يعني ماشي قرن كما كاين في بزاف نتاع التليفونات كيكونوا قرن. فوالا هذا دايرينو سلوفان، يعني غادي نحاول ما امكن نركب التليفون فيه باش نشوفو كي يجي داير الشكل ديالو. فوالا صراحة زوين بزاف التليفون تاعنا هو هذا، تبارك الله ما شاء الله. يعني تليفون زوين صراحة، توقال 64 جيجا، 3 في الرام، تقدر تضلو حتى 6 في الرام، 5000 في الباتري، 13 ميجا بيكسل في الكاميرا، يعني الله يجعل البركة. بالنسبة للاكسسوار نتاعو هو هذا لي كوتور، الكابلي، الليبرا، والراس نتاع الشارجور. صراحة تليفون حتى حاجة ما كتعيبو، زوين، الثمن نتاعو زوين، والكادو اللي مزينو أكثر هو هذا. بون شكرا لكم بزاف 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 الشركة نتاع تيكنو، نموت عليكم. فوالا احبابنا، الى عجب التليفون وبغيتيه اللي هو ها هو امام الصوت امامكم في الصوره زائد الكره، بغيتي تربح معنا هذه الكره وتاخذ هذا التليفون هذا، ما عليك الا اتصل بالنمره نتاع التليفون، ها هي محطوطه على الشاشه، اتصل بنا. بغيتي تجي تاخذ من المحل، روح مرحبا بك، بغيت نجيبه لك حتى لعندك ماشي مشكل، مرحبا بكم والف مرحبا. الشرط الوحيد اللي ديما كنقول باش يمكن لك انك تستافد معنا، تاخذ التليفون بثمن مناسب زائد الهديه ديالو، ما عليك الا تكون ابوني في القناه، سهله صاحبي، ابونا وفعل الجرس، جيم كومونتر كما العاده، وهاك نتايا المتابعين الاوفياء، وحتى انت يمكن لك تربح معنا هذه الهديه هذه. السلام عليكم، طلعوا لي فراسكم بزاف بزاف بزاف، العيد راه قرب، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا ان شاء الله، السلام عليكم.